واحده ابناء حوران. ما في حدا جاي لا من زيمبابوي ولا من روديسيا ولا من عبيد تبعنا فيه، كل ذات اولاد حوران. تيجي على درعه تقول لك ما وديك اياني، روح قنيطره. هسه لا يا عمي، احنا ودرعه واحد. جهاد الخطيب رئيس لجنة العمل المشترك لمحافظتي درعا والقنيطرة. تم اليوم الاجتماع بالمنظمات العاملة على أرض درعا والقنيطرة، وذلك من أجل العمل على تشكيل رؤية عمل للمنظمات والمحافظة نستطيع من خلالها أن نسهل عمل المنظمات، وبنفس الوقت أن ننظم العمل المشترك بين المنظمات ومحافظتي درعا والقنيطرة. وأن من الهدف الأساسي التشارك بوضع رؤية، هذا شيء. والأستاذ أدهم قصص هذا الشيء. ورد على الأخ طارق. اللي بيعمل بيعمل يعني إلا من رحم ربي تقريبا، فمفهوم أنه وقع كلنا بالموقع. هسه وقع على شو ما بدك تجيب توقيع ورا كل الناس بتلاقيه دوري. أخي وحط اسمي، حط اسمي وما شغل. شو القصة؟ ضمن فعاليات والنشاطات التي يقوم بها مجلس محافظة درعا، دعينا لاجتماع المنظمات والهيئات الفاعلة على أرض حوران، منظمات الإغاثية الدولية مع مجلس محافظة درعا والقنيطرة، اللجنة المشتركة مع دار العدل. وتم خلال الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون بين مجلس المحافظة والمنظمات ودار العدل طبعا. وخرج وكانت نتيجة الاجتماع أنه تم التوافق مبدئيا على خطوط أساسية وتشكيل لجنة مشتركة بين من المنظمات ومن مجلسي محافظة درعا والقنيطرة ومن دار العدل لمتابعة ما يستجد من أمور وللتنسيق الدائم والمشترك بين المنظمات والمجالس المحلية ودار العدل. 200 و300 و500 والألف دولار لا تساوي شيء في مستقبل الأمة. إننا الآن نبني مستقبل أبنائنا. هذا الكلام ليس شعارات، إذا فكرنا فيه قليلا فإنما هو حقيقة. إننا الآن نزرع. هي فعليا على مبدأ الخطة الخمسية كانت عند النظام، هي خطة مجلس المحافظة. فمجلس المحافظة خطته من المدارس 1 2 3 4 بالقرى الفلانية. هم يفكرون أنه عم يعطونا حسنا على الروح اللي خلفهم. فنقول لا،